عايز يبلع الارض كلها وصاحب الحق. عايز يبلع الدول. وبعدين انتوا بتطلعوا ناس، ما احنا التجارب واضحه. نعم. الناس اللي خرجوا قبل كده في مخيمات. حلو. نعم. مخيمات. الو الصوت حمد بيه، الصوت حاجه اتحركت ولا من المكان؟ الصوت مش واضح. الو الصوت مش واضح. الو سامعني؟ الو دلوقتي سامع حاجه، اتفضل. بقول لحضرتك قبل كده كان فيه المخيمات بتاعت عين الحلوه ومخيمات 100 100. نعم. ومخيمات اللي راحت سوريا. نعم. المخيمات دي كلها كانوا بيهجروا فيها الفلسطينيه. نعم. الى اليوم ما رجعوش. نعم. ومش هيرجعوا بالطريقه دي. نعم. انا بدعو العالم كله النهارده. نعم. انتوا عرفتوا ان في قضيه فلسطينيه، وعرفتوا موضوع الاقصى اللي بيمس كل مسلم. نعم. موضوع الاقصى في قلوبنا وحياتنا. نعم. دي قضيه مليار و500 الف مليون شخص. نعم. لا، العالم كله لازم يرتجف للحقيقه، ولازم يوقف قدام الحقيقه، ولازم يعرف مخاطر الوضع الراهن ايه على العالم كله. في حقوق لشعب، والشعب لازم ياخد حقه وارضه. ارضه فلسطيني، الفلسطينيه يقعدوا في ارضهم في فلسطين. والشعب اللي موجود النهارده الاسرائيلي ممكن يعيش معاه في سلام في ارض ثانيه جنبه، لكن ما يتعداش على حقوقه ويذله ويديله حقوقه. والعالم اللي بتكلم وتتغنى عن حقوق الانسان تشوف حقوق الشعب الفلسطيني برضه. نعم. وتديله حقوقه. صحيح. لكن النهارده اللي احنا شايفينه ظلم باين من العالم كله، البرلمانات في العالم كله واقفه بتتفرج، الاتحاد الاوروبي النهارده اهو بيتكلم كلمة حق، احنا بقى دولتين ويقعدوا يتفاوضوا، لكن احنا عاوزين اجراء عملي، عاوزين حد يقول احنا هناخد اجراء. نعم. لو ما عملتش اسرائيل كذا وكذا وكذا، مجتمع دولي الامم المتحدة تعمل مؤتمر دولي وتجمع كل الاطراف وتتكلم عنه. نعم. وتحل، قاعد يتحل، لكن هم اصلا في المبدأ مش عايزين يحلوا. نعم. هم عندهم التوسع اللي بيتكلم من النيل للفرات برا. والشرق الاوسط الكبير مرة. صحيح. كل شويه واحد يطلع منهم فيلم كده عشان يشوفوا ازاي يوقعوا رد الفعل ايه ويقسموا الشعوب. ويوقعوا الدول عشان يبقى هم الاسياد. نعم. لا، لازم يتعظوا من الدروس، ولازم يعرفوا ان في شعوب صاحيه وذكيه وبتدافع عن حقها وعن كرامتها وعن مبادئها، ومش هيصح الا الصحيح مهما هم قدروا. لغايه النهارده ما قدروش يكسروا الاراده. الإرادة العربية موجودة. نعم. والإرادة المصرية موجودة، والإرادة الفلسطينية موجودة، ولن يستطيع أحد أنه يمسها بأي مساس. إحنا هنا بنتكلم عن حقوق بحق، بحق وبإيمان، إيمان نابع من القلب ومن الإقناع ومن الحقيقة. اللي هم بقى بيتكلموا عن زيف وباطل وكذب وخداع. أنا الأوان النهاردة إن العالم يعرف في دول صديقة كثيرة جدا الحقيقة قاعدة وبتقول